ما الذي يغفر من الذنوب بهذا العمل؟ عامة العلماء، جماهير أهل العلم، على أن المغفرة تكون لصغائر الذنب دون الكبائر. استدلوا لذلك بما في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه قال: ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وقال آخرون: بل المغفرة هنا جاءت مطلقة، غفر له ما تقدم من ذنبه، والمتقدم من الذنب قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا، فما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على إطلاقه، فيكون من فضائل رمضان حطه للسيئات الصغيرة والكبيرة، وهذا كله فيما يتعلق بحق الله. أما ما يتعلق بحق الخلق عندما يغتاب شخص آخر أو يكذب عليه أو يأخذ من ماله، فهنا حقوق الخلق لا تغفرها الأعمال في قول عامة العلماء، لأنها حقوق الخلق، والمغفرة إنما هي فيما يتعلق بحق الله. وأما حق الخلق فلا بد فيها من الاستباحة والتحلل. من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، هكذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي مستثناة. إذن المغفرة للعلماء، المغفرة بسبب الصوم إيماناً واحتساباً والقيام إيماناً واحتساباً، هو مما اختلف فيه العلماء، فمن من قال في الصغائر ومن من قال الصغائر والكبائر، إلا أنهم متفقون على أنه لا يدخل في ذلك ما يتعلق بحقوق الخلق، بل لا بد في حقوق الخلق من التوبة برد المظالم إلى أهلها.